فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السن بأنه عظم. قال: وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه، والجمهور منعوا من ذلك مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز تذكية به، ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه. هذا الخلاف في حكم الزكاة بالسن والظفر إذا كان حادين، أصحاب الرأي وهم الذين يقولون بالقياس من الحنفية وغيرهم أباحوا ذلك إذا كان منفصلا، إذا كان العظم منفصلا والظفر منفصلا أباحوا الزكاة به إذا كان حادا لحصول المقصود وهو إنهار الدم، فيحصل به. وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن العظم والسن المتصلين، أما المنفصلان يجوز الزكاة بهما. أما الجمهور فإنهم أخذوا بعموم الحديث وقالوا العلة ليست هي الخنق كما يقول أصحاب الرأي، وإنما العلة ما علل به الرسول صلى الله عليه وسلم من كون السن عظما ومن كون الظفر مدى الحبشة، ونحن منهيون عن التشبه بهم. نعم. قال: والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. العلة قد تكون منصوصة، وهنا العلة منصوصة. نعم. وقد تكون مستنبطة، والمستنبطة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. وقد لا تعلم العلة فيكون الحكم تعبديا كما ذكر الأصوليون. نعم. قال: وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث. يعني تعليل أصحاب الرأي مخالف لتعليل الرسول صلى الله عليه وسلم، هم قالوا العلة الخنق، والرسول صلى الله عليه وسلم علل بغير ذلك. أشك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم وهو الحق. نعم. وأنه لا اجتهاد مع النص.